بس جمال، علاقتك بالسينما احط جنبها علامة ايه؟ تعجب ولا علامة استفهام؟ لا خليها بين قوسين كده. والله والله ما يعني انا ما اعرفش، انا يعني ليلة البيبي دول، حابب ان اشتغل حليم، بالسينما، يعني كلها ادوار جميلة، لكن حابب جدا ان اشتغل بالسينما، بس ما اعرفش ليه. يعني اولا بص، يعني احيانا المخرجين هو في نوعين من السينما، في سينما بتاعت السوق، ودي احيانا بيطلع منها افلام فعلا جميلة وحلوة، بس دي سينما ليها شبكتها وليها ممثلينها وليها مخرجينها وليها عالمها يعني القائم بحد ذاته، وانا يعني مش موجود فيه، يعني مش موجود على القائمه. وفي نوع اخر من السينما اللي هي بقى السينما مختلفه، مش معموله لشباك التذاكر تحديدا ولا خير، وانا بحبها جدا، وفي افلام عظيمه بشوفها من مهرجان كده، وانا احيانا بقى نفسي ابقى بالافلام دي، وهو بيفتكروا بقى صناع الافلام لك ده نجم بقى بالتلفزيون وكذا، مش هيقبل. مش هيقبل واجره. طب قولي تصريح تخلي الناس دي تقبل على انها تفكر، بس دي التصريح انه اللي عنده سيناريو حلو دور حلو يجي، مهما كان حجم الدور والمساله الماديه يعني مش هتختلف. حامله خصم جامد.